ينضم إلي عبر الهاتف المتحدث باسم الإعلام الحربي لعملية بركان الغضب السيد عبد الملك المدني. سيد عبد الملك، ورحب بك. مرحبا بك وبكل مشاهدي قناة تغطية. نعم سيد عبد الملك، أطلعنا على آخر التطورات الميدانية في مختلف جبهات القتال. نعم طبعا اليوم عن أحد محاور القتال شهدت هدوء حذر مع استمرار المدفعية الثقيلة. أيضا ميليشيات مجرم الحرب حفتر وكعادتها تقوم باستخدام الصواريخ العشوائية. اليوم قذائف عشوائية سقطت على حي صلاح الدين خلف محاور القتال مما أدى إلى استشهاد 2 مدنيين وأيضا إصابة آخرين جراء سقوط قذيفة على أحد المنازل الآمنة بمنطقة صلاح الدين. طبعا مثل هذه الأفعال الجبانة تقوم بها ميليشيات مجرم الحرب حفتر لإرعاب الآمنين داخل العاصمة طرابلس وأيضا لإجبار أهالي العاصمة وأيضا أهالي حي صلاح الدين للخروج من المناطق التي متواجدة خلف محاور القتال. نعم شكرا لك سيد عبد الملك المدني الناطق باسم الإعلام الحربي لعملية بركان الغضب، كنت معي عبر الهاتف، شكرا جزيلا.